الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، أخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كلام ربنا جل في علاه. عبس وتولى. اليوم إن شاء الله الليلة نختمها، ولو استطعت أن نأخذ معها السنن أخذنا، وإلا سأستأذن منكم. وصلنا إلى قوله تعالى ببيان مظاهر ربوبيته سبحانه وتعالى، بأنه قال فلينظر الإنسان حتى يرى الإنسان كيف نعائم الله عليه، وأن هذه النعائم التي يعني ينظر إليها الإنسان يعلم إحسان الله له فيظل شاكرا لربه جل في علاه. قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلى آخر الآية. قال متاعا لكم ولأنعامكم، يعني يكون ذلك منفعة أو معاشا لكم ولأنعامكم، ولأن الله تعالى قال واستفز السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال بعدما بين مظاهر الربوبية كل ذلك لإقامة الحجة على هؤلاء الكفرة الفجرة الذين تكبروا وتجبروا وفيهم الجحود وفيهم التعالي والتكبر على آيات الله جل في علاه، فلم يؤمنوا بربهم ولم يصدقوا رسوله، وأيضا يعني قد جحدوا بالآيات والمعجزات التي ظهرت لهم قاهرة باهرة من أجل توحيد الله جل في علاه. قال الله تعالى فإذا، هنا التهديد الوعيد واللهجة الشديدة، قال فإذا جاءت الصاخة. الصاخة من أسماء يوم القيامة، صيحة القيامة سميت صاخة لأنها تصخ الآذان تصمها، فيها شدة الصوت، فيها الداهية العظيمة، فيها الزلزلة الكبرى. ولطالما تكلمنا على مطلع سورة الحج كيف أنها تزلزل الأركان وترتجف القلوب، لذلك ما يبقى شيء على مستقيما معها. قال الله تعالى يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهنا اسم أسماء القيامة، الصاخة اسم أسماء القيامة، نعم، لما فيها تصخ الأذان تصم الأذان بما فيها كما قلنا من الزلزلة والرجفة العظيمة المهيبة. قال الله تعالى في هذا اليوم، واليوم كما قلنا فيه أهوال شديدة جدا، الناس يغرقون في عرقهم والشمس تدنو من الرؤوس، والمسألة أعظم مما تصوره الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر أعظم من ذلك يا ابن الصديق. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذلك من شدة الهول يهرب الإنسان من أعز وأحب الناس إليه. تعلمون أنه يعني الشدة و الكرب الشديد والخضب العظيم يهرب فيه الأخ من أخيه والأم ومن أمه وأبيه ومن زوجته بل ومن أبنائه، خشية أن يطالبه أحد بشيء لشدة الهول يتمنى النجاة ولا يفكر إلا في نجاة نفسه. بل أقول أفضل الخلق أجمعين هم أيضا في هذا الباب، ما كل منهم ما يقول إلا نفسي نفسي، كل واحد منهم ما يقول إلا نفسي نفسي. الأنبياء جميعا تعلمون أنه يعني عند المرور على الصراط والأمر جلل وكلاليب تخطف إلى النيران، أن الصراط متن على جهنم، دعوة الأنبياء في هذا الوقت اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. عندما ذهبوا من شدة هول الموقف يستشفعون بآدم وبنوح وبموسى وبعيسى، كل واحد منهم وإبراهيم عليه السلام، كل واحد منهم ماذا كان يقول؟ كان يقول نفسي 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 نفسي، كل واحد منهم كان يقول نفسي نفسي. فهنا أحد الناس يكون في ذلك، قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لكن كما قلت كل امرئ ينشغل بنفسه، ولذلك قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني لكل إنسان قد جاءه ما يشغله،
جاء ما 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 يعني ما 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 أهمه، ما جعله ينتبه يلتفت. الحديث لولا حديث الترجمة، حديث الترجمان، حديث المحادثة، الاستسرار. قال أيكم يحفظ حديث المناجاة كما في الصحيح؟ قال ابن عمر أنا أحفظ حديث المناجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قل عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، وهو يقول إي رب إي رب، ويقر بكل ذنب قد وقع عليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، عليكم السلام وكاته عليكم السلام وكاته، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ولا ينظر أمامه إلا النار، فيحسب نعم أنه قد هلك. فالله تعالى يقول له عبدي عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وإياكم أحسن الله عليكم وأنا أغفرها لك اليوم. فهذه مسألة فيها زلزلة، أيما زلزلة. ولما يؤتى الرجل يقال له عملت خيرا، يقول ما عملت خيرا قط. يقولون ابحث وانظر عملت خيرا، يقول ما عملت خيرا قط، غير أني كان لي عمال أبعثهم وأقول إن كان معسرا فأسقط عنه تجاوز عنه، أو قال إن كان ميسرا أقول تسمحوا معه، وإن كان معسرا فتجاوز عنه. فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك، يعني أنا أحق بالتجاوز منك، تجاوزت عنك تجاوزت عنك وأدخل الجنة. لكن في هول الموقف كما قلت المرء يأتيه ما يشغله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لما سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين، رضي الله عنكم أحسن الله عليكم أستاذ عطف، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت عراة؟ قال نعم عراة. قالت وينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. وفي رواية أنه يعني قرأ وجوه يومئذ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، قالها بعضهم، وإن كان في الحديث أنه قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق، الهول عظيم. فقال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لأنه عندما تطاير الصحف يعلم كل إنسان بالزلات والسقطات والتجاوزات التي كانت في حق الله جل في علاه، فيشعر أنه قد هلك ولا يحسب النجاة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله ينادي على آدم فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، ابعث بعث النار، نعم خذ بس الرقم إن شاء الله، ابعث بعث النار. فيقول وكم؟ يقول من كل 1999 هذا بعث النار. الأمر ليس بالهين. الله يفرج كربك يا نادي، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يفرج كربكم جميعا. الأمر أشق من ذلك يا ابنة الصديق. وهنا يتبين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ابعث بعث النار، فيقول وكم بعث النار؟ يقول من كل 1999. فالصحابة ارتجفت قلوبهم، اهتزت أركانهم، أين النجاة؟ كيف النجاة؟ أن النجاة؟ قال أبشروا وأملوا الخير. قال أنتم في الناس كالشعر السوداء في الثور الأبيض، أو الشعر البيضاء في الثور الأحمر أو الأبيض. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العدد بأسره من يأجوج ومأجوج. قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الأمر شديد، الشمس تدني من الرؤوس قدر ميل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في العرق، منهم من يكون العرق وصل إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى صدره، إلى أذنيه، منهم من يغرق يلجمه العرق الجامع. لذلك تأتي الأم لابنها وتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني أحتاج إلى حسنة. فيقول عليك فيقول إليك عني فإني أحوج إليها منك الآن. قال الله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسفرة مضيئة مضيئة، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة مسرورة مبتهجة،
يعني كما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتسم سرت أساريره، فيظهر على الإنسان وضاء، تكون الوجوه وضاءة من شدة الفرح والسرور للنجاة، وأيضا لرؤية الرحمن سبحانه جل في علاه. وجوه يومئذ مسفرة مضيئة مستنيرة مستديرة ضاحكة مستبشرة، تستبشر بعطاء الله وفضل الله سبحانه جل في علاه، بالنجاة بالجنات بحور العين بالأنهار بالبحار بالثمر، بكل ما يمكن أن نقول فيه مادة السعادة والسرور. لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، وجوه يومئذ عليها غبرة هذه التي فيها الدخان، ووجوه يعلوها السواد، يعلوها السواد، كما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، وألا يجعل فينا الخيبة والخسارة والحسرة والمهانة والذلة، ويجعل فينا الكرامة والفرحة والسرور، وأن يقابلنا ربنا يتبشبش لنا. اللهم أمين رب العالمين. وهنا يقول كما قلنا القرآن مثاني، القرآن مثاني. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وأعظم ما تستبشر به هذه الوجوه، وأعظم ما تكون وضاءة من نعيم النظر إلى وجه الله الكريم، كل على قدر إيمانه. إذا دخل أهل الجنة، الجنة نادى الله جل في علاه على أهل الجنة فيقولون ربنا لبيك وسعديك، فيقول تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا ربنا ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، ما أنعم نعيما إلا بهذا النعيم، مثل هذا النعيم. النعيم الحق هو النظر إلى وجه. يا للخسارة على هؤلاء الأشاعرة الضلال في عقيدتهم، الذين يقولون يرى الله إلى غير مكان. طب كيف يرى بقى إذا كان غير مكان؟ كيف يرى؟ أنتم ماذا تفعلون؟ تستغفلون أنفسكم أو تستغفلون السامعين؟ المعتزل أفضل منكم، كانوا من أصرح الناس. حبيبي كريم، أنا أعرف أريدك جدا، إن شاء الله سأراك غدا على غالب ظني بإذن الله، ونتكلم ربي يرضى عنك. الأشعرة يقولون لا يرى إلا مكان، المعتزلة أجرأ منهم قالوا لا يرى، وهؤلاء انتهى، قد خسروا خسارة ليس بعدها خسارة. ولكن أهل السنة والجماعة أنعم الناس، ومنهم من يرى ربه غدوا وعشية. اللهم اجعلنا منهم، اللهم بحق لا إله إلا الله بوجهك الكريم اجعلنا ممن يراك غدوا وعشية. اللهم يا رب العالمين اجعلنا كذلك، أن نرى ربنا جل في علاه غدوا وعشية، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، عليها السواد الكالح والدخان، وفيه المهانة والذلة. هؤلاء الذين يعني لا يسعدون برؤية الله جل في علاه، إما أول في أول وهلة، وإما إلى الأبد، لأن الله قال عن الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم قالوا هذا الذي كنتم به تستعجلون. المعام هم ما أضحكوا المعتزلة فقط، نعم أضحكوا الدنيا عليهم، والمعتزلة طبعا أخذوهم وبيانوا لهم أنهم أناس فيهم ما فيهم من الجهل المركب، أخذوا كل ما يستدلون به فجعلوه دليلا عليهم. وجوه يومئذ عليها غبرة تسود، لأنها لا ترى ربها جل في علاه، وتسود كالحة لأنها تهان وتذل، ثم بعد ذلك تزج في نار جهنم. نعوذ بالله أن نكون منهم. ينفون رؤية الله جل في علاه. نعم، وجوه يومئذ لما طبعا يقولون هي مسفرة للثواب، لما فيه من الثواب والجنات والنهر وحور العين. نعم، وإياك حبيبي أستاذ الشادي، قلت لك ائتني بالسؤال صريحا حتى أتيك به. قال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مسفرة، يعني مضيئة مستنيرة كالقمر بل فوق القمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كضوء القمر أو أشد، لا يدخل أولهم حتى أولهم حتى يدخل آخرهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم سعد وقال قد أعطاني ربي جل في علاه مع كل واحد يعني من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا
ولا سابقة عذاب. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. هؤلاء عليهم الدخان تعلوها السواد، وبضدها تتباني الأشياء، فيهم الذلة والمهانة، وفيهم الحقارة، وفيهم أيضا رفع اللواء الغدر، غدرة هذه غدرة فلان. قال الله عنهم أولئك، شوف أولئك ليس هنا للبعد في العلو والشرف، بل في النزول، إمعانا في النزول والسفول، إمعانا في النزول والسفول. أولئك هم الكفرة الفجرة، أي أولئك الأشقياء الذين هم أصحاب الوجوه السوداء، الجامعون بين الكفر والفجور والفسق، فجمع الله لهم بين السواد والغبار، نعوذ بالله أن نكون منهم. وجعل الله لهم الذلة والمهانة يوم القيامة، وجعل لهم العذاب والعار والشنار، وجعل لهم أضب الجبار لا يرضى عنهم قط. وقد وصف الله جل وعلا وهم يتقلبون في النار، وكل منهم يقول هؤلاء أضلون فأتيهم عذابا ضعفا من النار. وقال الضعفاء يعني إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. نعم. وأيضا يصطرخون فيها جميعا ليخرجوا، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقد قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا، هلاكا كثيرا ولن يكون. ولذلك لا تفنى النار، بل إنهم كما وصفهم الله جل في علام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تتهشم العظام ثم تبنى من جديد. بالسلاسل يسحبون، وفي النار يزجرون، وإذا طلبوا الماء شربوا الحميم. وهناك شجرة، هي كانت فتنة لأهل مكة عندما قال الله جل في علام إن شجرة تخرج في أصل الجحيم، رؤوسها كأنها رؤوس شياطين. فإذا قال الله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، فكان جزاء نفاقا وأجرا طباقا، يعني يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، لا يرى بعضهم بعضا ولا تسلى بعضهم ببعض بحال من الأحوال، ويزدادون عذابا فوق العذاب، ويهانون إهانة فوق الإهانة، والملائكة لا ترحم ولا تسمع، لأنهم لله جل في علاه. حينما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. بهذا قد ختم الله لنا السورة الطيبة هذه. هل يبقى لنا إذا السماء إذا الشمس كورت أم؟ فالله المستعان. الفوائد المستنبطة: اللبيب من توقف عند 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 زلزلة الساعة، اللبيب من توقف عند زلزلة الساعة فتكون فيها النجاة. هذا القرآن مثاني، إذا ذكر الأبرار ذكر معهم الفجار، لأنه بضدها تتبين الأشياء، وهذه من ضمن البيان، هذه من ضمن البيان، كما قال الله تعالى تبيانا لكل شيء بلسان عربي مبين. لا تجد كافرا إلا فاجرا، لا تجد كافرا إلا فاجرا، يعني يصعب عليك أن تجد كافرا نبيلا، قد يكون له عنده بعض الأخلاقيات، لكن لا تجد كافرا إلا فاجرا. يعلو فجوره وفسوقه ويعيث في الأرض فسادا، يريد أن يعلو. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.